السلام عليكم. النهارده هنتكلم على البروجكت نافيجيتور، تمام؟ يعني ازاي تتجول في قلب المشروع، تمام؟ يعني انا مثلا دلوقتي عندي هنا، لما تيجي تقرب بس من البروجكت نافيجيتور بيبدأ يظهر لي الحاجات ديت. اول جزء اللي هو الفيو ستيتس، تمام؟ الفيو ستيتس ده يعني عبارة عن سناب شوت. يعني انا واقف هنا هقول له انا عايز اعمل سناب شوت، هدوس على علامة الزائد فيعمل لي سناب شوت ويقول لي سميها ايه اسم، فسميها ايه مثلا، تمام؟ طيب ممكن اروح لمكان تاني اهو، واروح اخد سناب شوت مثلا تاني، ماشي اهو، اقول له انا عايز سناب شوت كمان، هيقول لي مفيش مشكله، تمام، ادفع وانا اعمل لك اللي انت عايزه. رحت مكان تالت اقول له اعمل لي سناب شوت كمان، تمام اهو. طيب ايه الميزه؟ اولا انت في اي وقت ممكن تروح لاي واحده فيهم، فده يسهلك ان انت ترجع لاي حته انت عايزها، تمام. دي اول ميزه. تاني ميزه ان انا ممكن اعمل انيميشن بالشكل دوت، عبارة عن ايه؟ ان هو بيروح للمشهد الاولاني وبعد كده يتنقل للمشهد التاني وبعد كده يروح المشهد التالت، بيقف كل واحدة ثانيتين، والنقلة من واحدة لواحدة بتاخد ثانية واحدة، تمام؟ فبيبان لك ان كان في فيديو. طيب لو انا عايز انظم الحاجات ديت، يعني انا عايز اعمل مجلد للتلاتة دول لوحدهم والاتنين دول لوحدهم، بكل بساطة هسحب اي واحدة فيهم للتانية، يعمل لي مجلد فولدر كده اقدر اسحب فيه الشغل بتاعي بالشكل دوت. الاتنين دول بقى موجودين في فولدر والاتنين دول موجودين في فولدر، واقدر اعمل لدول برضو فولدر خاص بيهم لو انا عايز، تمام. طيب بيقول لي الاتنين بنفس الاسم، فبقول له طب ادي اي اسم تاني، ماشي. طيب دول خلاص دول بيشتغلوا لوحدهم هما، المشهد الاول التاني التالت، بعيدا عن بقية المشاهد التانية. تمام. طيب لو انا عايز اصدر الشغل ده كفيديو، فبقول له اكسبورت انيميشن، بيقول لي انت عايز اللقطه تقف قد ايه، ثانيتين مثلا، ممكن تخليها 3 ثواني، النقله تاخد كام ثانيه، عايز يبقى فيه لوب ولا لا، الفورمات عايزه ام بي 4 ولا اي في اي، الريزوليوشن بتاعك 720، ده كان اقصى حلمنا زمان، كنا بنشتغل على 240 وحاجات، وفي 1080 وفي الفور كي، ده اعلى حاجه حتى الان. ده الباص بتاعك، ممكن تغير الباص، تاخد تسيف الفيديو في اي مكان تاني. بيقولك الاسم بتاعك عايز تسميه ايه، البريفيو بتاعك هيبقى بالشكل دوت، طبعا لو غيرت اي في اي هيتغير، اكسبورت تروح مصدر الشغل بتاعك كفيديو، تمام. طيب ممكن اجي كده واقول له انا عايز اجي هنا دي للحاجات اللي متاخده سكان، تمام. خلي بالك ان انا ممكن اقدر فيها كلها، والفلور نفسه ده لوحده وده لوحده، تمام، فتقدر تتحكم فيه وتقدر تلغي الجزء دوت، تمام. السكان لوكيشن اهوت، ممكن تقول له ده عايزين نروح المكان دوت، عايزين نروح المكان دوت، فتقدر تروح المكان اللي كان فيه جهاز الليزر سكان، تقدر تخفي الجزء اللي متاخد بليزر سكان في المكان دوت، تمام. تقدر تخلي ده لوحده وده لوحده، وتقدر تعمل له ديليت لو عايز. ده بالنسبة للانوتيشن، الكتابات والدايمنشن، تقدر تشوف الدايمنشن دوت، تقدر تشوف الكتابة ديت زي ما انت عايز، تقدر تلغيهم، تقدر تخليهم يختفوا زي ما تحب. الجميل بقى التاتش دي بروجكت دي لسه بيتا، حاجة جديدة، وان لو انت عامل سكان لجزء معين في مبنى والمبنى كله معاك ما عدا الجزء دوت، فتقدر تسيبه من نفس ورك ان دبليو دي، وتقدر تسحبه وتدخله معاك في قلب الركاب. يعني لو انت عندك ملف ال ان دبليو دي هتقول له دخله لي هنا، تدي له المسار نفس ورك، هو ما بيقولش غير ان دبليو دي، خلاص هيبدا يدخله معاك وتبدا تشوفه تشتغل عليه هنا.